سلام تريويش. سلام. كي داير بخير؟ كي داير اخويا لاباس عليك؟ طيحان هذاك؟ هذا هو الطيحان، هذا الطيحان تيتعمر. شي تيتعمر. باش كيتعمر؟ تيتعمر بالكفته والصبار والبعدلوس والثومه وتخيطه وتتفتح من هنايا، الطيحان تيتفتح من هنايا، تبقى فتحو تنحكو فتحتها لهنا، تنجبدو تبقاو ندخلو فيه الكفته. تندخلو فيه الكفته وفيها الصبار والبعدلوس والكرافس وداك الشيء. تندخلوه تنخيطوه من هنا وتندفئوه للفران بحال هكا شي بصيله تتبدل. يقدر يتعمر بشي طريقه اخرى باش ما بغيتي، باش ما بغيتي تعمريه بالحوت، بغيتي تعمريه باش ما بغيتي تعمريه بالكبده والقلب والثومه والقصور والمعدنوس. بغيت دير قطبان في الدر، قطبان في الدر، تضرب بحال هكا طرونش طرونش ضرب طرونش باش ديرو الشوايه يعني الانسان اللي عنده فقر الدم تياكل الطيحان تيزيدو شويه ديال الدم، هذا حيت فيه الدم، هذا اختصاصي فيه الدم من كلو دم. سي هانت كلو دم. بالنسبه لدريوش الكرعين، كاين شي حاجه كاينه الجوده، كاينه الجوده ديال الكرعين. هادو دابا هادا تيجي السندرا، راه تيجي السندرا حاجه مزيانه هانت. هذا مشوق، مشوق ومغسول بالماء سخون، مفكوك شتها مزيان باش تنظف تولي زوين. شكرا. شو هذا تاني كيدير؟ هذا 50 درهم، هذا 50 درهم، هذا هو 60 درهم، حاجة مزيانة وهذا كلهم مزيانين. التقلية هذا خاصك تقلية مرحبا. التقلية بشحال؟ تقلية 25 درهم. والحمد الراس؟ الحمد الراس 50 درهم. الجودة ديال الحمد الراس حاجة مزيانة. هذا ثاني اللي بغيتي ديري ديري، بغيت تبخرو بغيت ديرو في السكسو بغيت ديرو في الطاجين اللي بغيت ديرو به. الحمد الراس كله زوين، الحمد الراس القب ما خلاف الطب، هو راه حمر الراس ما قاصحش، إذا كان الجودة ديال العجل تيكون كلو الطب، بحال المختتر، عندك حمر الراس والتقالية تاني، داكشي شيوة زوينة، شي حاجة تاني ديال التقالية زوينة، ها التقالية هي هادي، ديال العجل شوف، هادي كرشة ديال العجل هادي. هي المثنية، هذه هي الجودة ديال الكرشة المثنية، بحال الكرشة المثنية هي هذي تاني الجودة ديال القلية، القلية مليحة، شي حاجة الفن، أما حسن الدريوش واش ديال البقري ولا ديال الغنمي؟ القلية هي كل حاجة والجودة ديالها، كاين ديال الغنمي وكاين ديال البقري اللي بغيتي. ها هي ديال الغنمي أحسن ديال الغنمي. ديال البقري، السلام أختي بخير. عندنا غليت شويه ماشي يا صاح في اليوتيوب هذه تشوفها في اليوتيوب شي تشوفها في اليوتيوب تاتا انت احسن كبده اللي بيجيبها
الله شافيها مسكين. مسكين بغيت طيحان حال ندير طيحان غدا تاعك شوف كي داير. خلطوه فيه. ها الطيحه اللي تقول لك القطوان والو. هذا تيجي القطوان هذا. تدم تزيد تزيد عنده فوق الدم ياكل طيحان. ديك شي شيمه ديك شي شيمه ما مكاينش الواد كلواد قال لي كلويات اللي ثاني تجي قبال مع الكبداو هذه الخنفاره هذه الخنفاره هي هذا عظم تزاوتو وهذا الدريوش لحم الراس هذا لحم الراس هذا لحم الراس السوق لحم الراس كيجي غير في هذه العقده هذه تيقولوا لها العقده هذه تيقولوا لها العقده هذا الحم هذه الخنفاره سي هذا دابا نستير ندير الجمهور سي بالنسبه لهذيك الكبده الدريوش كبده كندير الغلمي وكندير البقري تطيح هذا الشيء كبده وقلبه شويه شحمه من ليها شويه شحمه هذا دوسيس هذا بولبه واش الدريوش الويلسيس هو الهبيله ولا لا؟ لا وصيص بوحدو الهبيله بوحدو وصيص يقولو هي تكون هي الدواره من الغدا الدواره هاداك الشحمه جاي هو وصيص والو سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله هذا السوسيت السوسيت هذا بلادان بلادان وهذا السوسيت ديال حتى هو لادان وفيه فرماج وداكشي باش كيتصايب الدريوش؟ السوسيت الفرماج يديروا فيه الفرماج وكاشير ومخلط من اللحم ديال لادان شي حاجة زوينة بيبي والدجاج خمسين درهم دجاج هذا الدجاج شوف فروش كيف نطلع الطرف ديال الزهر ولا الدجاج منقينه من الدرجه الاولى تيشوط لنا تيشوطو نغسلو وتنعاودو حنا نغسلو فهمت الجودة ديال الدجاج هانت وهذا لادان هذاك لادان هذا لادان هذا هو الكتف ديالو الكتف ديال لادان
وهذا الرجله ديالي هذه الهبره تنديروها كفته وهذه الهبره ديال البيبي شوف الكفته الهبره ديال البيبي ما تشبعش منها شوف كفته ديال بالنسبه للاشمله ديال الدجاج بيبي الهبره ديال القطبان 50 درهم و الحب اللي تيديروه الطاجين 35 درهم وهذه الهبره ثاني ديال الدجاج ديال القطب 50 درهم الدجاج 30 درهم 30 درهم الدجاج السوسيخ 50 درهم شي جودة ومقاش حاجة زوينة بالنسبة للكبدة ديال الدجاج بشحال؟ 40 درهم 40 درهم 40 درهم 40 درهم 40 درهم وما تلقاوهاش دابا تيطلبوا هاد الخلية بزاف دابا انا عندي مصي على واحد 30 كيلو على جيت ثاني واحد تيدي 5 خرج كتمشى على ديال البقري لا تتمشى على ديال البقري ودري واش اعانك الله مع السلامه صحتك يا